الافلام دايما يعني هيفضل دايما الاولويه في اي مهرجان، بالذات الجونه افلام سيني جونه، وان احنا برضو بقى فرصه كده انه ده الوقت اللي في السنه اللي كنا بنتجمع وبنعرف اخبار بعض وبنحكي ونقابل بعض ونحتفل ان شاء الله. بنفس السنه الجايه يبقى فيه افلام مصر كتير في مهرجان الجونه حلو، يعملوا افلام ويقروا كتير. عشان تخرج انت مش بس محتاج تقرا في السينما، انت عشان تخرج محتاج تبقى مهتم بحاجه. ممكن حد يهتم بالفضاء ويعمل سينما عظيمه، ممكن حد يهتم بالابراج ويعمل فيلم، بس مهم يبقى الاخراج، مش انك بس تبقى عارف تكنيكلي يعني ايه اخراج، انك يبقى عندك هم ما ان كان بقى، بقول لك من الابراج للفيزياء، بس تبقى بتفكر في حاجات كتير. يعني افضل دايما في بدايه مشوار الاخراج، ما احسش بالاستاذيه المعينه دي، بس